بسم الله، ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع التمبلتس، او ان انا دلوقتي عايز اظبط اعدادات البرنامج على شكل معين واخليه تمبلت معايا في البرنامج. انا دلوقتي هعمل حفظ اعدادات. يعني انا عندي مثلا نبدا بالادوار، او نبدا بمثلا بالاوبشن بروجكت بريفرنس. هقول له انا شغال بالمتر بالمتر مثلا، واقول له الاقرب اثنين رقم 10 10، واخش على الدايمنشن واغير كل الابعاد دي كلها، اخليها بالمتر واخليها بس بالاقرب اثنين اثنين، اقرب اثنين كده. انا عملت خلصت الحته ديت. باجي هنا لو في اي حاجه تانية انا بعملها. تمام، نخش على السيتنج بتاعتي. انا غالبا بكون الدور الاول انا مثلا 5 متر بوينت اتنين، بس طبعا في حاجة مشكلة هتظهر معايا. انا دلوقتي انا في الاوبشن، انا هخلي الشغل بتاعي بالملي، اخلي ده بالمترك اتنين، اخلي ده بالملي. تمام، انا رجعت. تمام، انا رجعت تاني الموضوع، خليه بالملي احسن. اوكي، غالبا في الدور الاولاني مثلا اعمله بارتفاع يعني 5 متر و200، دي في الغالب. الدور التاني بيكون مثلا 3050 لو كان سوليد سلاب، 3500، 3350 كذا. اعمل مثلا 6 ادوار او 7 ادوار، خلي 10. اوكي تمام. هنخش في الوول. في عندنا حاجات انا مفترض احفظها، يعني مثلا انا في الديت 1 متر و20، واخلي بارتفاع الدور، واخلي الخصائص بتاعته. نتكلم نشوف في خصائص. من ضمن الحاجات اللي هغيرها بعد شوية، ازاي ان انا اخلي الجدران كلها، يعني لو انا عاوز اخلي جدار يعني كل واحد في بطرق معينة، يعني كل واحد ليه مسمى معين، بس يبقى انا الشكل دوت. طب لو انا عاوز الجدران كلها بمسمى واحد و نفس الصفة، أنا هغيرها بعد شوية. بغير الصفة بتاعته بخليها وول. أوكي، طبعا أنا هنا في الاستراكشر
انا نيجي في الول بقول له ديت 120، واجي هنا اقول له في الفيفوريت اقول له دوت، اقول له سيف كرنت فيو واقول له حائط 120. اوكي، مثلا عندي هنا في اللينكد هقول له اعمل ديت ب1000 مثلا، واقول له ان هي ديت سيف، اقول له دوت حائط بلكونة، واقول له اوكي. في عندي حوائط تانية لازم أخلقها أو أعملها، أو في حاجات تانية قبل ما أخلق موضوع الحوائط الجديدة لازم أعمل بيلدينج ماتريال. في خطوات مهمة لازم أعملها في البيلدينج ماتريال. أولا لما أجي أعمل نيو لازم أختار نيو، أقول له هنا أعمل لي تخفيق حائط، وأقول له أوكي، وأقول له الكثافة بتاعته أقول له 2000. ولو عاوز اختار الالوان اختار الالوان طبقا اللي انا عاوزه، بعيدا ايه هي الالوان، مثلا اخلي كونكريت. اوكي، واقول له نيو، واقول له اعمل لي اعمل لي دهان حائط. اوكي، الكسر بتاعته يكاد يكون غير مذكور لان ملاش لازمه بالنسبه لي، واخلي بلون مثلا وليكن وليكن اللي هو اللون ده، واقول له نيو، واعمل نيو واقول له انا عندي قرصانة سقف، واقول له اوكي، واقول له 2000 2500، بقول له سي او ان، اقول له كونكريت مثلا، اغير المادة واخليها لايت كونكريت عشان التهشير بتاعها، بقول له يوم، بقول له خرسانة خرسانة سميلات واكتب 2500 برضو، والتأشير تبعهم برضو نفس التأشير، واختار دوت نيو، هلو نيو تاني، هلو لان عايز اعمل كوبي من النسخة اللي قبل كده اقدر اعملها كوبي، بس انا عاوز اغير قرصانة اواعد. اوكي، 2500 اعمل نيو كمان خرسانة بسم الله خرسانة أعمدة، على أساس إن كل بند كله لوحده، و2500 برضك. أعمل نيو وأقول له خرسانة حصيرة، أقول له أوكي، وأقول له 2500، واجي هنا خرسانة نظافة اللي هي بتاعت الدور الأولاني، لأن ساعات بعض البيوت بقوم جايبين ردمين وبعد كده بيعملوا خرسانة فوق، واجي أقول له هنا 2200، اللي فاتت خرسانة الحصيرة 2200 لأن يعني مفيهاش حديد، سقف سيميلات أواعد خرسانة نظافة. فاضل ايه؟ فاضل عندي بلاط ورمل، رمل السقف هقول له 2000 1800، واجي اختار له هنا السند هنا فين، من ضمن الحاجة في حاجة هنا لسه مخلصتش ديت، أقول له كونكريت ستراكشر مملتلوش أنا،
اقول له كونكريت ستراكشر، السقف كونكريت ستراكشر، اقول له وليكن ده. الحصيرة اقول له كونكريت عادي، تشير كونكريت عادي، واقول له اي حاجة بس انا عامل اقول له كونكريت ستراكشر او ستراكشر كونكريت. اجي هنا نفس الكلام، ماشي. رمل دوت نقول له مثلا وليكن مثلا نشوف سند، مفيش هنا سند، هقول له هنا سند، مفيش هنا سند برضو. اختار اي حاجة هنا واديله اي لون من عندي وليكن اللون ده، واجي على نيو واقول له هات لي دهان السقف. واقول له اوكي. طبعا انا مش هديلها اي حاجة، هقول له دهان السقف ودي لي لون اي لون، مثلا وليكن دهان السقف وليكن مثلا باللون، اعمله فاتح شوية او اعمله باللون ده او باللون ده. فاضل دهان، احنا عملنا مونة، فاضل مونة البلاط. هديه لو باللايتس واقول له اي لون تاني، وليكن اي لون مثلا وليكن ده. اديله اقول له 2000، اقول له البلاط. هقول له اي حاجة، وده له بمقدار 2000، واقول له تمام. جرانيت واقول له تقريبا 2650، اديها له بأي مادة، واختار له ستون، اقول له رمل الجرانيت او مونة الجرانيت الاول. وفي ساعات بيحتاجوا بوتومين، يعني انا دلوقتي لو عايزين بوتومين برضو بحط بوتومين، هعمله يعني شغله بيرفكت شوية. مونة الجرانيت، مونة الجرانيت هديلها ميربل، وهديلها مثلا بلاستر، هديلها أي لون تاني. اوكي، مونة الجرانيت تقول مقدار 2000 مثلا. تمام، مونة الجرانيت، فاضل رمل الجرانيت. اوكي، اديله هنا اي حاجة. عشان اجيب كمية كل حاجة لوحدها، مثلا اي مادة مثلا اللي يكون، يعني مش فارق معايا لان دلوقتي انا بخلق عناصر جديدة. لو عاوزين بوتومين برضو، عاوزين نحسب البوتومين، بوتومين في عندنا بوتومين قواعد، بوتومين بوتومين سقف. انا ما اعرفش كثافته قد ايه، بس هو يعتبر انا بالنسبه لي ما يلزمنيش قوي. كثافته ما اعرفهاش. بوتومين، سيميلات، سيميلات وقواعد. اوكي، ادي له اسمر واسمر، ما اعرفش الكسر بتاعته قد ايه كده. يعتبر ان احنا خلصنا اللي احنا عاوزينه. عاوزين بقى يعني اهم حاجه بس الفيديو ما يطولش. احنا عاوزين دلوقتي نخلق كومبوزيت او هي التركيبات عشان الشغل بتاعي. انا باجي اعمل هنا نيو واقول له هعمل مثلا حائط داخلي، حائط داخلي يعني في الجهتين،
في الجهتين، في الجهتين تخفيق. فاجي هنا بقوم جاي هنا اقول له الاولاني، اول حاجه هبدا بملي اللي هو الدهان، دهان الحائط، دهان حائط، فين دهان، دهان دهان حائط، واجي اعمل انسرت كمان واقول له انا عاوز تخفيق الحائط، فين تخفيق حائط اهيت، وادي له بمقدار 20 سنتي 20 ملي، واجي هنا ادي له الطوب. انا ما عملتش هنا مادة الطوب، ماشي اوكي. هاجي اخش انا اعمل مادة الطوب، اعمل نيو اقول له طوب، اقول له اوكي، اقول له هنا فين بلوك، وليكن يكون كده، واجي اخش انا احطه في اي مادة من دي اقول اوكي. الكثافة بتاعت حوالي 2000، تمام. ما اقول له هنا اوكي، اجي اخش انا تاني الطوب، طبعا مقدار 120، نعمل طوب 120 سيرت في حائط، هيت نقول بمقدار 20، هنيجي هنا كمان لسه، هنيجي نعمل هنا دهان الحائط ونقول له بمقدار ملي. لازم أن يكون المقدار دوت نفس المقدار ده، المقدار ده نفس المقدار ده عشان يدي لي المساحة صح. وسايف على كده اقول له اوكي، بس اشيل عن الحاجات ديت لازم اخليها في الحائط فقط يعني، اقول له اوكي. هنيجي هنا في البليتس، هنيجي هنا اقول له تول بارز، نشوف عشان نريح نفسنا. هاجي هنا هعمل دبل كيت، اقول له حائط جار، يعني في جهة جار، يعني مفيش تخفيق دهان في الجهة ديت. بضطر بقى ان انا اشيل ده واقول له ريموف، وده اقول له ريموف، واقول له طوب تخفيق زي ما احنا، واقول له اوكي. اقول له هنا تاني اقول له طب في، انا عندي دلوقتي ساعات بيكون في جنب عندي تخفيق، في عندي جنب في بلاط، اعمل انا ازاي؟ بقوم جاي هنا في اللي هو البلاط تبعي، اجي اخلق ماتيريال جديد اقول له بلاط بلاط او سيراميك حمام، وسيراميك سيراميك مطبخ. احنا عاملين انه سيراميك حمام الكثافة بتاعته 2000، ودي له اي ماتريال او اي مثلا سيراميك الحمام الكثافة بتاعته، وادي له رمل الحمام برضو قصدي تخفيق او مونة السيراميك الحمام مقدار 2000، اي حاجة يعني مثلا واقول نيوم، او فين السيراميك، السيراميك سيراميك الحمام، اعمل نيو واقول له عليه، واقول له سيراميك المطبخ اوكي.
نفس الكثافة ومونت. قاله المطبخ. اوكي سيراميك المطبخ، سيراميك الحمام كده. اوكي خش على الكمبوزيت واقول لهم في عندي ساعات، ساعات بيكون الجدار بيكون ملاصق لحمام، يعني في جهة بيكون حمام مطبخ، يعني في جهة بيكون حمام مطبخ في حمام وشغل تاني. يعني انا باجي هنا اقول له هنا اعمل لي جدار كاريه واعمل له دوبليكيت، واقول له حائط غرفة وحمام في احد الجهات. طبعا انا هنا باجي بلجي اقول له هنا اعمل لي مونة سيراميك الحمام، واجي هنا اقول له اعمل لي سيراميك الحمام، اقول له اوكي واخلي كل حاجة اخلي عدد بس 2 والمونة تقريبا هو تقريبا بيكون 5 ملي اللي هو نص سنتي تقريبا، يعني معرفش اخليها 5 عشان ندي الابعاد صح يعني. واقول له دوبلكيت حمام مطبخ ومطبخ، واجي انا بس كله اغير فيه اللي هو مطبخ ما مونة المطبخ، مونة سيراميك المطبخ، وهنا سيراميك المطبخ نفس الكلام. وأجي هنا دبليكيت أقول له حائط حمام ومطبخ. لو طرأ حاجة جديدة أنا هنا ده مطبخ مطبخ، يعني لو ساعات في مثلا حمام وحمام بيكون مشترك حمام وحمام، دي بنعمل له لما يجي موضوع زادوات بنعملها واحدة جديدة اقول له انا مونت. نكمل. لو في حائط وحائط مثلا مطبخ حمام وحمام، طبعا بنخلق لها واحد جديد بس طبعا غالبا ما بيكونش موجود. طبعا احنا عملنا دلوقتي، كنا بنعمل دلوقتي حائط حمام ومطبخ، احنا عملنا المطبخ نعمل ايه حمام. هنيجي هنا الحمام هنقول له هنا انا عاوز سيراميك الحمام، هقول له هنا 5 اللي هي نص ملي، هقول له هنا مونة سيراميك الحمام وتمام على كده. كده انا عملت الشغل بتاعي مظبوط. نيجي دلوقتي فاضل ايه تاني؟ اوكي نسيب دول الاول وبعد كده نخش هعمل السقف بتاعي. السقف بتاعي بعمل نيو اقول له السقف بيعمل لي واحد جديد، باجي من فوق لتحت بقول له السيراميك فين السيراميك او البلاط، انا كنت كاتب هنا بلاط، فين بلاط البلاط البلاط اهوت، هقول له مقدار 5. بنيجي انسرت تاني اقول له اعمل لي مونت، المونت بتاع البلاط هقول له مقدار هو ما بيقلش عن 20 اللي هو 2 سنتي. قال له انسيرت الرمل بتاع البلاط، رمل السقف مثلا، انا بسمي رمل السقف، اقول له مقدار 100 اللي هو 10 سنتي. قال له انسيرت للسقف ذات نفسه خرسانة السقف، هل مقدار 150 وساعات بيكون 200 250 على حسب الشغل بتاعي. فباجي هنا لان بيختلف عندي، ساعات بيختلف عندي نوع السقف، لان في سقف فلات، في سقف سوليد سلاب، في عندي سقف هولو. طبعا السقف الهولو احنا بنعمله كانه سقف في السوليد سلاب، بس بيختلف بقى ان بفرغ المنطقه بتاع البلوكات بتاعتي. وبعمل طبعا قبل خرسانه السقف نسيت احط مثلا في ساعات بيطلبوا ان هو يعملوا بتومين سقف، انا اقدر اعملهم بتومين سقف اقول له بمقدار ملي، يعني ما تلزمنيش بحاجه،
واقول له قرصنة السقف اللي هو بمقدار 150 زمانين، واقول له انسيرت كمان، اقول له اعمل لي قرصنة مونت السقف اللي هو تخفيق السقف، انا عامل هنا تخفيق، تخفيق السقف، مش كاتب انا هنا تخفيق السقف، عامل انسيرت كمان، اقول له دهان السقف، دهان السقف، اقول له بمقدار ملي، اقول له اوكي. هنيجي هنا قبل ما نعمل، هقول له اعمل لي انسيرت او اعمل لي فين التخفيق، هقول له اعمل لي دوبليكيت لها، واقول له اعمل لي بدل ما هي تخفيق، هقول له تخفيق السقف، واقول له بمقدار 2000 اوكي. السقف باجي هنا اغير، اقول له بدل خرسانة السقف اقول له خرسانة، اقول له مو تخفيق السقف، اقول له مقدار 20 اللي هو 2 سنتي، تمام اوكي، واقول له تمام كده انا خلصت السقف بتاعي والشغل بتاعي. باجي هنا بعمل، لو عاوز اعمل بقى اعمل دبل، لو اعمل اللي هو مكان الحمام عشان اجيب سيراميك الحمام واجيب سيراميك المطبخ، بقوم جاي اقول له هنا ايه بدل السقف، اقول له دبليكيت واعمل له بدل السقف، اقول له سقف الحمام لو انا عاوز، يعني لو انا اشتغل بدقة عالية يعني عشان اجيب سيراميك الحمام لوحده وسيراميك المطبخ لوحده، دي يعني ايه، اقول له بدل البلاط هنا اقول له اعمل لي سيراميك، سيراميك الحمام، سيراميك حمام، وبعد كده مونت سيراميك الحمام كده انا خلصت، اقول له دبليكيت سقف المطبخ، بدل السيراميك دوت اقول له اعمل لي سيراميك مطبخ مونت المطبخ مونت سيراميك المطبخ كده تمام. فاضل ايه دلوقتي؟ ما اعتقدش انه فاضل حاجة. اعتقدش ان هو فاضل حاجة، ممكن يعني بس كده تقريبا مش فاضل حاجة كده. انا سيفت الشغل بتاعي ادي اهوت، غلطت في حاجة، غلطت انا في حاجة. سقف المطبخ لازم اعمله ده، لا استنى، لا انا كنت واقف غلط، سقف الحمام، سقف المطبخ موجودين تمام، السقف، سقف المطبخ تمام. اوكي كده يعني تمام. في بقى تمام، انا باجي هنا بعمل كمان حاجات تانية، بعمل هنا اللي هو الدرجات بتاع السلم، درجات السلم. فباجي اعمل واحد سقف هنا، سقف، اعمل اجي هنا السقف، واجي اعمل هنا بدل البلاط بوم جاي اعمل قبل كده اعمل دبلوكيت واقول له سلالم، السلالم، واقول له اوكي، بقوم داخل على السلام اقول له فين الجرانيت، اقول له هات، هات لي الجرانيت، الجرانيت، واعمله بمقدار اللي هو مقدار 22 ملي، واقول له مونت، مونت الجرانيت، مونت الجرانيت فين، مونت الجرانيت، واقول له بمقدار 20، واقول له بقى اعمل، واقول له رمل الجرانيت، واقول له بمقدار مثلا وليكن، مش عامله، مش عامله بمقدار كبير، انا عامله بمقدار مثلا وليكن 5 سنتي اللي هو 50 ملي، واعمل اللي هو بقى السقف بتاعي هحذف دوت، واقول له خرسانة السقف، بس انا عامله خرسانة سلالم، واحذف دوت، هعمل خرسانة لوحدها، ريموف تخفيق، اوكي انا اعمل قرصنة سلالم عشان اشوف قرصنة السلالم قد ايه، قرصنة السلالم، اوكي اوكي واجي انا قرصنة، انا كنت شغال في ايه، في السلالم، اقول له انا اخش في قرصنة السلالم. طبعا الموضوع طول شوية عشان بس انا بفند
الموضوع تفنيد تام يعني، خلاص عن السلالم بمقدار، هو بتقريبا بيكون بمقدار 150 على حسب برضو يعني، ساعات بيكون 150، ساعات بيكون أكتر، ساعات بيكون أقل. كده اتصفينا على كام؟ 240. كده على 240 مظبوط. طبعا السمك دلوقتي كلي 240، عشان في حاجة بقى مهمة، نيجي السلالم اللي هو خرسانة السلالم، السلالم اهيت مثلا انا عندي سلم مثلا وليكن، طبعا هيكون عرضه مثلا 270، بيكون مثلا وليكن 3 متر، هيكون 3 متر في 270، تمام. واجي هنا اعمل دبل كيت عشان اظبط الشغل بتاع السلم بتاعتي، اعمل مثلا انا بعمل 5، تمام. واخد قطاع عشان اظبط الطلعات بتاعتي، اغير دي بس الاول، اعمل 1 2 واقول اوكي اوبن، دي بتاع اللي هو يعني مثلا دي اول قلبه في الشقة. أنا بقى المهم هنا بقى عندي، أنا المفترض ده المقدار بتاعي اللي هو 24، ما ينفعش يكون طبعا القايم 24، أنا بقوم جاي نازل لغاية هنا وأقوم قايل له اطلع لي بمقدار 16، 16، 16، تاني مقدار 160، نفس الكلام هنا، او بعمل دبل كيت يعني، اقدر اعمل مية وستين، اقدر اني بالطريقة ديت اعمل يعني كذا، مية وستين كده، تمام. هقول اوكي، تاني سيلكت كده، عامل اللي انا عاوزه. طبعا ساعات تاني بضطر ان اعمل يعني، هو ساعات بيطلبوا رفرفة هنا، طبعا لو انا عاوز اعمل رفرفة ديت طبعا بلغي موضوع مون اللي هو الجرانيت دوت، وبسيب الرمل والاسماء ودوت وبعمل طبقة لوحدها للشغل دوت يعني. باجي هنا، باجي هنا واقوم قايل له اعمل لي المقدار ده، واقول له اعملها لي عادي كده، واقول له اعملها لي بمقدار السمكة بتاعتها بمقدار 2.5، 25، 25، واقول له المادة بتاعتي اعملها جرانيت، فين الجرانيت، جرانيت، واقول له اوكي كده الشغل تبعي صح. وبضطر ان انا احذف ديت، و يعني مثلا باجي بقى امد يعني، اقدر انا امد دلوقتي اللي هو الرفرفة بتاعتي من ضمن الحاجات، انا بشرح حاجات 25 ملي اللي هو 25 سنتي اللي هو 2.5 سنتي اهوت، دي لو انا عاوزها. لو عاوز اقفل القايم دوت انا بقوم جاي هنا بقوم عامله كول، وول عادي بمقدار 25، مقدار 25، وبارتفاع اللي هو القايم 160، 160، وسيفه واقول له قايم قائم اللي هو السلم، السلالم، واقول له اوكي، واحطه هنا واجي اشوفه بقى اظبط المناسيب بعيدا. طبعا الارتفاع ما طلعش مظبوط عشان هو طبعا
الارتفاع هنا عالي شوية، 16 طبعا بقى ل 2.5، نسيت اقل ل 2.5، ال 2.5 لو قلت ال 2.5 يبقى 140 145، ونسيت احط الجرانيت، الصفة بتاعته جرانيت، سيفها واقول له قائم السلالم، هيقول له اه نظر القايم، هقول له القائم خلاص، اقول له اوكي، ولو اقول له اوكي كده تمام. باجي هنا 2، لا مية، هو الارتفاع انا رافع يعني هو كام، 135 مثلا، 135، ده الارتفاع، طبعا المفترض باجي اطلع على 2.5، وبطلع كمان 2.5 تانيين، بتوع الرفرفة بتاع الأيام كده. أنا عملت اللي هو الشغل تبعي مظبوط. طب أنا عاوز أعمل له كسر برضو، دي يعني توضيحات يعني بسيطة. لو عاوز أعمل له زي نظام، في بعض الحالات بيطلبوا مثلا بيعملوا سلام لك بأشكال غريبة كده، بتوع عمارة دول مثلا، وليكن اعملها بالشكل دوت، بقوم جاي ماسك دول وقايل ديليت. طبعا هحذفه منين؟ من جوه. قبل ما احذفه، عشان احذفه احذفه صح يعني، بقوم جاي كده مثلا، وليكن عاوزينه كده، وقوم جاي مثلا، وليكن اعمله بالشكل ده، بقوم جاي انا واقول له احذف لي ده، اتفضل، قوم جاي هنا اقول له احذف لي ده، تمام. قوم جاي هنا كده، قوم جاي ما نشوف 3D كده، بيحسب لي الكميات مظبوطة، اعملها لي اللي انا عاوزه، الشكل اللي انا عاوزه، تمام. اطولت في الموضوع قوي، الموضوع عدى يا عند قوي. بالنسبة للدور، باجي هنا يعني باجي هنا بقول له مثلا عندي 800، 2000 مثلا، و200 بتفتح ساعات بيحتوي 2200. طبعا الرفعة دي بتكون بمقدار السيراميك، يعني انا هوضحها بعد شوية، انا عاملها صفر حاليا. واحفظها، اقول له دوت باب الغرف، اقول له اوكي اوكي مثلا 900، باب الشقة اقول له احفظها، اقول له سيف، باب الشقة اوكي اقول له 700، باب المطبخ، باب بقول له مثلا مثلا فتحات، في ساعات بحتاج فتحات 1200، في 1800 كتير، بقول له فتحة، فتحة طرقة مثلا، لو عايز اعملها بشكل معين هقول له ازاي بنعملها بشكل معين. يعني كنت هعمل ايه، ماشي. لو انا دلوقتي عندي سقف، السقف بتاعي اللي هو مثلا السقف العادي بتاعي، وعندي اللي هو وليكن حائط داخلي مثلا، هعمله كده مثلا، وليكن مثلا يعني، طبعا لا عايز اعمل باب بشكل معين. طبعا المهندس حسام الجزائري، جزاه الله خير، كتبتني عرفتش الطريقة ديت يعني. بقوم جاي انا هنا برسم اي سلابة بأي سمك بتاع، بعمل شكل معين مثلا، وليكن انا عايز اعمل شكل زي دوت، واشتغل بيه،
هعمله مثلا هو الفتحة بتاعتي، بس طبعا لازم أجرب الدفاع أخليه 3000. بقول له اوكي يا عم، زي ما المهندس حسام الجزائري يعني، جزا الله خير. هو الغول هو اللي يعني نوع على النقطة ديت، لأن أنا كنت مش عارف النقطة ديت وسيفها. سفاه كدور أو كأي حاجة. قال له اوكي، نيجي على الدور بتاعنا. دي دور الدور ايوه دوت. يبقى وول هول بالعكس. واجهنا سيفكم دور. اوكي تمام تمام اهوت. زي ما احنا عاوزين فيها بقى بعض الملاحظ المهمة. جزا الله خير يعني. هنعمل هنا باب جنبه، باب عادي، باب شقة. ومثلا أحطه هنا، ناخد بقى قطاع كده عشان نشوف الحتت البساطية. واحد اتنين اهيت القطع بتاعي بتاع الباب. طبعا انا عشان انا عامل وليكم كده ايوه، ساعات الباب بيكون معايا كده، انا مش عارف الارتفاع مظبوط من وش البلاط قد ايه، يعني انا ما اعرفش القيمه ديت، فانا بضطر بعمل ايه، برفعه انا بالطريقه بتاعت العاديه، بضطر ارفعه وبتك شيفت واقعد مرفع. انا بكده عرفت القيمه اللي انا عاوزها اللي هي كام، 297، لان ساعات القيم بتختلف من حمام ومطبخ مش عارف ايه، ساعات بتختلف. فدي الفكرة يعني. كده حاجة طلعت مظبوطة يعني. وأدي الطوب وأدي كل حاجة بتاعتي، بتاعت الشغل بتاعي. باجي هنا في الوول نفس الكلام، الشباك بعد سيف الكاميرات. عندي مثلا قصدي أعملها ساعات 300 في 650 في أغلب الأحيان، بسميه يعني لو أنا حابب يعني، وأغير في الشغل هنا يعني، وأغير في الصفات بتاعته، أعمل الصفات بتاعته اللي هي قلم والكلام دوت. لغاية لما أخلص الشغل بتاعي وأقوم جاي هنا أعمل، لما أخلص أنا بقى بقيت الشغل بتاعي وأقوم جاي هنا أعمل سيف، سيف آز. وأقوم جاي هنا أقوم مسيفه وأقول له تمبلت تي بي ال، أرشيك التمبلت وأقول له سيفها. أقول له ماشي مودلك جديد، أسميه مصطفى مثلا. أرشيكات مصطفى. باجي مثلا اعمل نيوم، بختار انا الصفة الجديدة يو سيمبلت ايه بقى. طبعا اعمله براوس، لو انا بقوم جاي على البراوس بتاعي واروح على السي الو ارشكات مصطفى. خلاص كده انا استخدمت ارشكات مصطفى، بعمل نيو. الو نيو الو دونت سيف.
كده انا بكده انا شرحت تقريبا يجي يعني نسبة كبيرة جدا من الحاجات المهمة جدا في لما اعمل التمبلت بتاعي بتاع الشغل من البداية خالص للنهاية. وطبعا الموضوع طول شوية عشان كنت بفصل عشان حاجات طبعا المفترض قبل ما اعمل التمبلت من ضمن الحاجات لما اجي انا سايف التمبلت لازم كل حاجة تكون متدلتة. بعمل كل حاجة ديليت اعملها تاني سيف از اسافة تاني بالمسمى ده وتقول له يس. لما اجي انا دلوقتي اعمل نيو تبقى بارشكات مصطفى اوكي دونت سيف. لازم انا اكون حذف اي حاجة في التمبلت اللي انا كنت شغال عليه على اساس ان هو يعمل يعني صفحة جديدة. كده تمام كده الشغل بتاعي. هنيجي نشوف هنا في الديزاين قال لي لا تمام نخش في اهوت حتى ان هو ساب لي الصفات بتاعتي اللي انا عاوزه اهوت اللي انا كنت عامله والى اخره. يعني الموضوع كده يعني الموضوع استفاض شرحا بخلص بقية التفصيل. عندي تفصيل تانية عندي دايمنشن عندي ليبل عندي الاخ بخلص الحاجات ديت وبعد كده بعمل اسايف تمبلت وكده. والسلام عليكم.